السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله بغيت ندير معكم البغرير إن شاء الله يربي. بالنسبة للناس اللي ما تصدق لهمش البغرير، الطريقة هذه سهلة وأي وحدة جربت الطريقة هذه غادي يصدق لها إن شاء الله يربي على بركة الله. كنحتاجو السميدة من نوع جيد، تقريبا جوج كيسان العنبة على حسب الافراد العائله اللي عندكم. بغيتو ديروا كثار كتزيدوا، بغيتو تنقصوا تنقصوا، يعني عادي ماشي مشكل. يعني كنحتاجوا تقريبا واحد نصف ملعقه ديال الخميره الفوريه، ملعقه سنيده، قبيصه ديال الملح، كنحتاجوا واحد الخماره الحلوه وواحد الفاني. بالنسبه لهاد الفاني غير كنسمو بها تجي زوينه بزاف. كنحتاجوا الماء، انا بالنسبه لي انا درت الماء ديال الروبيني حيت عندنا هنايا تقريبا عندنا هنا في الصحراء الماء سخون بزاف، ديال الروبيني سخون بزاف، يعني كان انا كنستعمل غير الماء ديال الروبيني في هذه الساعه هذه. يعني بالنسبه لي عندها الماء بارد يعني تدفيه باش يطلع ليها البغرير مزيان على بركه الله.
هاني البنات نطيبو وهاني نرجع معكم ان شاء الله. البنات هو الشكل النهائي ديالو كيجي زوين بزاف بزاف، ها نتوما يجي رائع، ما تيجيش رطب، تيجي خفيف وفي نفس الوقت شد راسو، يعني ما تيجيش معجن. والبنات بالنسبه لي كي هذا بالنسبه لي كيتعجن ليها البغرير اولا كيتدقص، ما كيعطيش هاد الثقابي هادو، يعني ما تجريوليش، يعني ما تجريوش هذا، ما تجريوش السميده، ما ديرولهاش الماء بزاف، يعني خليوها ثقيله شويه. هذا هو السر ديال البغرير، يعني قد ما جريتي قد ما جريتي السميده ما تعطيك حتى شي نتيجه، يعني كتعطيك هاد الثقيبات هادو مسدودين وتيجي مدقص. الى تقلتي شويه العجينه تتجي تبارك الله يا سلام، يعني تتعطيك نتيجه هائله. هانتيا هانتوما الطريقه البنات، وكيكون طايب مزيان. هانتوما البنات هانتوما تيجي هائل، يعني ما تيلصق ما حتى حاجه، تيجي زوين. الطريقه ديالو البنات بالصحه والراحه. هانتوما هانتوما البنات هائل بصحتكم وراحتكم. يلا الله يعاونكم البنات.